أولا متشرفين جدا أن نكون ضمن أي تكريم، فما بالك بتكريم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية. الاسم رائع جدا، مجموعة من الزملاء شكلوا هذا الاتحاد برئاسة زميلنا وحبيبنا أشرف محمود الإعلامي المصري الكبير. طبعا أشرف كنت أتمنى لو رديت على التليفون، بس بتحكي عم بيتصلوا عليك، أنت بعرف ممكن يكون عم تجيك اتصالات وما رديت، لكن حقيقة تكريم هذه الأسماء، أسماء ودول ومبدعين، وأهم شيء فيه كانت لمسة الوفاء للناس اللي قدموا بحياتهم أسماء كتير كبيرة، سبرجاوي، فاروق بوزو، يعني أسماء حطيتوها حقيقة بيستاهلوا فعلا هذا التكريم، وأنا شاكر حقيقة. ونهاية سنة حلوة إن شاء الله يا رب، كييل ثم الآن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والاسم حلو والفعل حلو بالتأكيد أبو كرم. وأنا صراحة بدون مجاملة تعبت وأنا أقول لك مبروك بالنسبة للجوائز، اللهم لا حسن، يعني في السنة مرتين ثلاثة. ولما نقول لك مبروك أبو كرم، خلينا نقول لك يا إحنا نفتخر ونفاخر بهذا البرنامج، والله ليست مجاملة، وخاصة مثل هذه الجوائز ومن مؤسسات مختلفة أبو كرم. أنت لما تجي لمؤسسات رياضية أو مؤسسات اجتماعية أو مؤسسات تطوعية كلها تنظر إلى هذا البرنامج بأنه بالصف الأول. لا أنسى أيضا أبارك أيضا للشيخ فهد بن حثلين اللي هو بالنسبة للشخصية الرياضية اللي طبعا هو حامل على كتافه اللي هو منافسات وسباقات الهجن في المملكة العربية السعودية. الآن يقام مهرجان الملك عبد العزيز للهجن، لا تنسوا، يسعى للاتحاد الدولي الآن تكون هذه اللعبة الموروثة في الجزيرة العربية ضمن منافسات الأولمبياد، وإن شاء الله ينجح في هذا. ولما لا على موضوع فعلا الهجن أو الإبل، يعني أنا بآخر أولمبياد باليابان شفت ألعاب ما سمعان فيها بحياتي، شيء عجيب غريب، العاب مش عارف يعني، فليش لا؟ احنا هذه الرياضه التراثيه، ليش لا؟ خريطه العالم بدات تتغير اليوم لما تعرض انت موروثك وثقافتك، هذه احد الاسس اللي تقدر تنتشر بها هو عن طريق الرياضه، فاكيد اليوم الرياضه راح تنقلنا لعالم اخر بالتقنيه. اليوم حتى بنشوف في سباق ليجن بيستخدموا تقنيات يعني جديده عالميه، وهذه اللي اعتقد اللي راح نقول الرياضه بشكل اجمل في 2022.